وللاسف واللي تفحش اكتر خلال السنه الاخيره. ده تفحش ايه بقى؟ ما هو بقى احنا دخلنا محمد ده الوباء اللي دخل علينا في الرياضه. فانت في ذروه الوباء، وخلي بالك بعد ذروه الوباء هينكسر تاني وينحدر، بس لازم تدي فرصه للناس الكويسه، لازم اللعيبه القدوه هي اللي تظهر، لازم دي اللي تظهر. صح. ده انت ما بتجيب لعيب كويس ما بتدلوش فلوس وبتطلعه برنامج، بتجيب لعيب من دول عشان يهبط ويعلي بيدفع، وهو بيقعد يقول لك يا عم ما انا بتدفع قليل، ده انا بطلع اجيب لك ترافيك وبجيب لك ناس. لا يا عم مش عايزين الترافيك، بقول لكم الترافيك ده حرام، بقول لكم الفلوس دي حرام مش حلال. فدي مهمه جدا. وعلى اداره الدوله رياضيا وزير اشرف صبحي والاتحادات الكبيره والمسؤولين في الرياضه انهم يعيدوا خريطه البرامج الرياضيه من خلال ابطالنا، ابطالنا الحقيقيين اللي هم يبقوا قدوه، اللي يطلعوا يتكلموا والناس تستفيد منها. ما هي الاتحادات لو فعلت اللوائح اللي عندها، يعني مثلا اقول لك على حاجه، انت عندك مثال لعيب سابق اعتزل وطلع بعد كذا سنه طلع قال معلومات غلط وطلع يتكلم في امور غلط وعمل حساسيه بين الجماهير. انت لو عندك لوائح وعندك لجان مسؤوله زي لجنه القيم ولجنه الاخلاق كويس، اللعيب ده هيتحاسب كويس. لكن انت ما عندكش اتحادات اساسا رقيبه على اللعيبه. حلو، بس انت كقنوات وكبرامج انت عارف جايبه ليه؟ في اسماء بتقول الف ده انت عارفه ده يمين ولا شمال؟ كل الفرق خلي الناس تنبسط. لا الناس ما بتنبسطش، لا الناس زهقت. لا ده انتوا بتكرهوا الناس في الرياضه. مش دي الرياضه، اوعى تكون بتربي جيل على كده، مش دي الرياضه تماما. وكمان محو التاريخ طبعا، دي نقطه مهمه كمان. انت مش فكره ان انت بتهبد بكلام وخلاص، انت كمان بتمحي تاريخ وبتهبد على تاريخ غير صحيح. يعني بتخش في تفاصيل تاريخيه متعلقه مثلا بتاريخ النادي الاهلي في مواقف معينه، انت بتخش تلعب فيها بتفاصيل لمصلحه شخصيه. بس ومين اللي خسران يا محمد؟ الجمهور والرياضه، الاحتقان، الفتنه اللي بقت بين الجماهيرين، الاساليب اللي بقى يرد عليها مع احترام جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، والناس بقت تنساق، وكل الجماهير وكل واحد بقى عنده يقول لك كذا وكذا وكذا، والتصريحات الاعلاميه الغير لائقه من الناس النهارده. الاعلامي بقى يصنف، والمفروض الاعلامي لا يصنف، طالع في قناه الاهلي، طالع في الزمالك، طالع في اي حته. المفروض انت بتتكلم فير وبتتكلم معلومه وبتتكلم، ولو قلت رايك تقوله في الاطار اللي ما يعملش اي ازمه. انا اول واحد من الناس اهو على الهوا بقول انا بعتذر لو في اي يوم من الايام طلعت قلت حاجه عن دون قصد عملت بيها فتنه، او خليت حد ضايق من حد، او قلت معلومه مش مظبوط. ممكن اكون غلطت بس انا اقدر اطلع اعتذر، او ما كملش في السكه دي، او كنت بقولها بدون غرض. كذلك انا بدعو الناس كلها انها تشتغل على السكه دي، لان دي هتبقى موضه وهتروح، هتبقى موضه وهتروح بالظبط. يعني هتبقى موضه وهتروح، ما ينفعش. وما ينفعش يعني ما ينفعش حتى تطلع يا محمد تقول معلومه مش مظبوطه ويقعدوا يغنوا على المعلومه مش مظبوطه، والمصحف ما مظبوطه، وحياه ربنا ما مظبوطه. لا ويعيدوا ويزيدوا فيها سنتين ثلاثه. وكل واحد يقول رايه ويزود، يعني وده اشترط يكون عنده كذا، كذب الكذب وصدقها. وده لا مش عارف ايه وده ايه، وقاعدين تحس كل واحد يقول لك ايه يا عم، حط شويه زيت، حط شويه حطب، حط شويه جاز، حط شويه ايه يا جماعه، في ايه؟ في ايه؟ على مؤسسه رياضيه وعلى كيان ناجح. هو انت لما بتخش بيتك بعد كده وانت مسؤول رياضي او كنت لعيب رياضه يعني راضي عن ده؟ ازاي؟ 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 مفيش فايده. بس انا بقول لك هي طيب. نوعيه الجماهير اللي بدات من هنا على هنا على هنا هي دي اللي خلت الحاله تظهر بهذا الشكل، لكنها لن تستمر طويلا. طيب هختم معاك